بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا إن شاء الله رد على الأسئلة متاع الأخوة يوم 9/10/2017. هذا يا أخونا ياسين، إن شاء الله ربي يثيبك. عندي أوبيل أسترا هاش ليسونس، عندي حس في كن نبدل فيتاس، تنجموش نتصلوا بيك نشوف هن. كلمني كلمني 24 350 848، كلمني والله، وهلا اعمل فيديو وابعثها كما تحب. صحيت عم مختار هذا، بارك الله فيك يا ابو الارباح. شكرا على الافاده، جزاك الله خير. لا شكر على واجب خويا امين. هذا سليمان مشكور عم مختار. عندي استفسار، عندي نيسان بترول عام 2005 فيها فيبراسيون بين السرعة 80 و5 كلمات الساعة حتى 100. شوف ما تكون قوية بزاف في 90. خويا سليمان، فما نيسان باترول فيها برا يسموها برا سونترال، تربط ما بين الميكانيك والكروسة من قدام، برا طويلة كوتي منها روتيل وكوتي منها سيلان بلوك. هذه الروتيل نتاعها يتعب. هذه البرا سونترال اللي شفتها، هذه اللي فيها الامورتيسور نتاع ديريكسيون، هذيك شفتها، هذيك اللي فيها الامورتيسور نتاع ديريكسيون. هذه تجي ما بين الكاروسة والامورتيسور نتاع ديريكسيون، هذه تفسد. هذيك المشكلة وين يصير في الفيبراسيون نتاع النيسان. هذيك شوفها تلقاها في القاعدة الأمامية متاع السيارة في لافونتران، هذيك ثبت فيها مليح. هذه كما قلت لك يا سليمان، هذاك الديفو نتاعها نتاع نيسان باترول. هذا محمد، السلام اخواني وصحة رمضانكم. انا محمد من الجزائر، اريد على فرصة عمل في محطة غسيل سيارات، واتمنى ان اجد فرصة. وهذا الفيسبوك نتاعي اسمه عايش خشي، اريد الكتروني كذا. ان شاء الله ربي يجيب لك القسم، خاطر تو احنا في تونس العمال الاجنبيه ما يعطوهمش اوراق، يعني ممنوع تشغيلهم. هذا يا اخونا ديس، نفهم طريقه عمل صندوق الدروس بشكل افضل، يجب الرجوع الى مثال بسيط جدا وهو الدراجه الهوائيه متعدده الدروس من حيث المبدا، هما متشابهان الا ان تكنولوجيا صندوق السياره متطوره عكس ما هي الدراجه. شكرا اخويا ادريس. هشام، ربي يجازيك على الشيء اللي راك تقدم فيه، جزينا ويجيك خير ان شاء الله. شكرا اخويا ادريس، اخويا هشام، شكرا اخويا ادريس. هذا اخونا عياد ناس الدين، سيجي دي ميساج امبرياج بيدال اون فون غولف كات واشيس جامي في ميساج بوستي 12 افتر للوتيليزاتور غاليسون. ما شاء الله هذا مسار طويل عريض. واسي مون بروبليم، جي بوسيدي ان غولف كات 1.6 8 شيفو ميتر تيب اكل اي بوات دو فيتاس هيير جي رولي جي مي سوي اريتي ان في اون تون دومبراج دونك لي بريمير اكلونشي الى ري على ري لي في باس اوفر d'accélérer doucement. J'appuie sur ma pédale d'embrayage et la pomme au fond. J'ai m'arrêté, je les remonte à la main et j'ai essayé depuis à la pédale était dure comme du bouton, impossible d'enforcer. Bon, en cours d'aujourd'hui, plusieurs MTS émetteur et récepteur coupelle depuis RBT tige dépoussoir tordi. J'ai donc décidé de sortir la boîte. Une fois la boîte sortie, j'ai remarqué que la tige du récepteur flèche rouge était vachement sortie de ma soufflée. Tenez,
les armoires et les leviers d'embrayage pourraient normalement incliner vers les bas. J'ai enlevé le couvercle vers qui m'a permis de comprendre que ma butée d'embrayage se travaille juste derrière. Et justement, la butée d'embrayage n'est plus en contact avec le levier d'embrayage interne et la boîte de vitesse flèche rouge. Il y a un quart, un demi centimètre entre la butée et les forces et les surfaces depuis le levier voir photo. هو تو يكون فار فوتو هو ما عندناش ما بعثناش الفوتو بون اون كو دي بوزيسيون دي بول ريسبتور افيك لي تيج كومبليتمون سورتي اون بيتي ان ليفي اكسترن كي بور سوبر با اي ان ليفي انترن كي ني بلو اون كونتاكت جي كونتوني لا ليفي جي remarqué que les leviers internes avaient une fissure, mais une fissure vraiment propre au durée de l'usage, voir photo. Bon, je trouve le tsaur, il a dit voir photo, il n'y a aucune photo. Monsieur Inasedine, il a dit Inasedine, il n'y a pas de photo sur le, pour voir. Mais j'ai compris que votre problème, c'est un problème de tiges de butée d'embrayage, il y a un poussoir et un tige et un butée contre-butée. Tige butée, ça et contre-butée. Ça, il faut les changer ensemble. Un poussoir et la tige entre la poussoir et le butée de plateau et le butée. Il y a un cyclipse, il faut enlever les quatre pièces là pour régler ce défaut. أحمد ما سبب حدوث رعشة خفيفة في السيارة أثناء الوقوف؟ والله ينجم يكون عندك مشكلة في ترو سيلندر، ينجم يكون عندك سيبور موتور، لازم يكون لازم ميكانيكي يفحصها أو تبعث لنا فيديو. هذا يو الفو ديكريبي لي زانجكتور مي أ مون أفي تا بومب إلي كومونس أفوار دي فراغمون دي ميتاي. Il faut changer la pompe, nettoyer les réservoirs et bien sûr changer les filtres, les gasoil, problème connu chez 1.5 ici. Et il a fait tout ça, il a fait lui tout ça, il a changé la pompe, il a nettoyé l'injecteur, il a changé les injecteurs, il a nettoyé les réservoirs, il a fait tout, mais il a tombé dans ce problème parce qu'il y a, il y a les métals qui se trouvent en direct au type de gasoil, il reste toujours le même. Il rentre dans les injecteurs et fait le même problème. Je lui ai conseillé l'idée d'enlever les injecteurs une autre fois et les changer avec un autre standard et nettoyer complètement encore les circuits gasoil. Adam Tarb, Barakallah Fik, Afin Afik Tarb, Adam Raïs, Marwan, Assalamu alaikum, Nadia Migan d'ici 1.5, Anta Atfal, Muharak, Tasma Abia. تقطقة تتكرر كل شوي وتختفي حين يبرد. خويا مروان حاول عمل لي فيه الفيديو فيه الصوت هذايا خليني نعاونك ان شاء الله. حليم السلام عليكم وصحة رمضانكم، انا اخوكم من الجزائر، عندي 206 بونكات هادي، كي نعصر الموتور يطغم وندخن دخان اكحل ونسمع تيربو يصفر، كان اللي قال لي تيربو عيان بصح حتى تكون تبدلو راهو ما يصلحش، لازم ريفيزيون باش يصلح. وين وزيد حبيت نسأل شحال يساوي موتور في تونس وبارك الله فيك يا مختار. هو إذا كان عندك موتورك لاباس عليه أنت ما كل زيت بدل تربوه فقط، شنو المشكلة؟ الموتور تاع لامبوانكات تقريبا الله يحش حوالي 3000 دينار تونسي، حوالي هيك عندي 2800 3000 تونسي، 3000 دينار تونسي تاع 206 تقريبا. هذا محمد ترب لي بوسوار ضرب كام يمكن ينجم يكون يسأل على هو يجاوب على السؤال نتاع سك 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 اللي هي نتاع 1.6 ار تي. حمزاوي محمد تعمل اكبر مزية يا سي مختار، دلنا على صناعي، دلنا على صناعي باهي يركح الكرباتير 10 دينارات
ما تمشي ما تمشينيش 80 كيلومتر وقوة السيارة. ولو فوكس حمزاوي يكلمني تو نشوف معه، كلمني تو نقول لك 24 350 848. توني مونتانا رمضان مبروك سعيد علينا وعليك ان شاء الله. السلام مع مختار الله يسلمك. جي ان سي 4 1.6 جديد فاب 110 2007. جي شانجي لي جوا دانجكتور تيربو فانيجير دي بيمات. جي توجور دي ترو دي بويسونس امبورتون ان رولون. Aucune défaut sur l'ordinateur de la voiture. Je ne sais pas ce quoi penser. Peux-tu m'aider? Le muscle est dit mon jour dans le FAP, dans le FAP, dans le filtre particule. C'est le muscle dans le filtre particule. يعني مش انت نظفت جي ار ودي متر وما عندهمش دخل لهم. هذه مشكلة عندك في الفلتر بارتيكيل مسكر. انت بنظف نسموه احنا بالعامية كاتاليزر. انت بنظف كاتاليزر هذاك الفلتر بارتيكيل بتنظف او تبدله. هذا يعني عناب عناب كلاس عوجة لازم كلاس جديد وبدل بوشون دوريجين تاع ما هذا مش يحكي على يجاوب في نتاع اللي تاكله الماء هذايا، لكن السؤال لكن كتيبه بالعرق هذه باللغه اللي ما نفهمهاش. هذا اسلام ليهام. السلام عليكم، حبيت نستقصيك عن مختار سيلفو بلي. انا عندي بارتنير كوميرسيال وفيها موتور كترو نود صباح فيها كليك وابين نحا، حاب نعرف وين البلي فيتاس ماكسيموم. ما والله يكتب انا ديما هذه كلكم راهي ما نفهمهاش الا غالبا، نحاول يعني نحاول نقرا. خويا اسلام اعمل فيديو فيه المشكله وابعثه لي على الاقل، ما دام ما فهمتش الكتيبه ما فهمتش شو تقصد اعمل فيديو وابعثه لي. باش سيريا سيريا سي ça et si tu as l'outil de mettre un point d'issue. Ma femme, tu sais, je suis en train de parler. Mohamed Hamadi, je suis en train de parler de la mécanique. Je suis en train de parler de Mohamed Hamadi, je suis en train de parler de la mécanique. Je suis en train de parler de la mécanique. Je suis en train de parler de la mécanique. Je suis en train de parler de la mécanique. Je suis en train de parler من هالموضوع هذا علمنا انت وبارك الله فيك. شكرا سي محمد، هذا من حسن اخلاقك. زندر زان عم اختار عندي بولو تروا فيها مشكل رانتي ينزل تحت المطلوب فجاه ويرجع دون توقف المحرك، وهذا يصير لي كي تبدا السياره واقفه والمحرك يعمل شيء. شكرا. ينجم يكون عندك ال اسمه الكور بابيون مسخه، نظفها يا محمد. الكور بابيون تلقاها مسخه ولا بدات تتعب. امين عمار هيار جي شونجي لا بوبين كي جي ديجا شونجي إليا دي جور اي جي سوي سيربري كي لا فواتير اي ديفيني نورمال. مي ما كيستيون إلي سويفونت، لا دارنيير فوا كون جي شونجي لا بوبين إلي راست دي جور اوكي لا فواتير إلي نورمال. Et puis, quand est venu au même problème, à votre avis, si le calculateur donne une tension non suffisante, est-ce que ça risque de garantir chaque fois la bobine? Amin, c'est vous voir. Je vous dis, salam alaikum, Amoukhtar. Salam alaikum, Andy Mouchkin. Je vous dis, c'est un petit peu 3 classique. Je vous dis, c'est un 4 cylindres. لكن كي تخدم المرحلة السيارة تولي دي سيلندر أو الموتور يولي يفيبري وتشعل في التابلو برضو شيك موتور. باهي عملت ديغنوستيك قال بوبين بدلت وبدلت بوبين. كل مرة هو يبدل بوبين نجم تعملها كالكلاتير يا أمين، كالكلاتير نجم تعملها المشكلة هذي. كالكلاتير نجم تعملها المشكلة هذي مش مشكلة. يعني شوف اللي يعمل كالكلاتير خليه يفحصها لك. السلام عليكم. السلام عليكم اخ مختار، يجب ترك الباتجوان تشيح
على الأقل 10 دقائق ثم يقع التركيب. وشكرا على المعلومات. شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم عم مختار وربي يعاونك. باغي نسقسيك بولون تاع البوات راني نركبه البولون تاع البولي راني نركبه ونزيره نورمال بصح كي نشغل السيارة يعاود يترخف قريب ما يخرج للشان من المكان تاعها. هل هناك مشكل في البولي؟ لا المشكلة في البنيون. البنيون اللي هي اللي فيها سنون هذيك البنيون تاع الشان هذيك عندك فيها كلابات نتاعها بدات تتعب. هي نفسها بدات تتعب يعني لازم تبدلها. هذا اذا كان المكان نتاعها سليم. هذيك المشكله في البنيه ومش في البولون. تبدل البنيون نتاع الشان. هذا وليد رباعي. سلام مختار السلام عليكم. عليكم السلام. كيف نعرف الديبيمتر انه معطل من غير دياغنوستيك؟ السياره ترخ وتقول لي ما عادش تجبد ما عادش تمشي مليح. نحل الفيشه بتاع الديبيمتر هذيك تنحي الخيط وتجري بها. كان رجعت نورمال معناتها الديبيمتر هو الفاشل. كان قاعده زي ما هو الديفو معناتها حاجه اخرى يعني باش تعرف الديغنوستيك بتاع الديبيمتر. اذا كان السياره فاشله وما تجريش فك الفيشه هذيك نحاها وامشي بها تتحسن. كان تحسنت معناتها الديبيمتر. السلام عليكم مختار. سياره 407 حركه كذا عندما وضعت لها الماده ينظفون فيها. هذه عندك الماء عندك انت الاوساخ برشا كي حطيت لها الماده الاوساخ هذيك تحركت وثبت انسداد في الانجكترات هذيك. امشي بها يعني مده معينه وخاطر الماده هذيك عندها يعني لازم نقول عندها يعني نوعين من الفائده يا يعني اما فائده نحو الأسوأ ولا نحو الاحسن لان هي فيها اوساخ تحيرها. كان اوساخ خفيفه تخرج كان اوساخ كبيره تتسد الانجكترات بها. هذه يرد بالك عليها ديما وانت عامله عندها يعني الماده هذه. الله يجزيك عم مختار شكرا. مندل امير كاكي سلام سي مختار. بالله عندي اوبال استرا هاش فيها مشكله تاع فرا كي نفوت ال 70 ونشد فرا الكهرباء تولي فبري برشا وبدلت لها ديسك فرا وباتا وروتيل ديتيونبل وشي منزل هذه عندك مشكله في التريم تاع الفرا. هذه ممكن عندك مشكله في التريم تاع الفرا نفسها. التريم تاع الفرا يعني فيها جي برشا وتخدم معوج. شوف التريم تاع الفرا اللي يركب فيها الباتا هذيك. هذا اخونا قال انجكتير ممكن سمير. سمير عم مختار دليل على سنوات من العمل واعطاء واللي عجبتني الورشه واللي بغى يتعلم يرقد تحت المعلم. شكرا خويا سمير. مالك اللي يحب يتعلم لازم يكون يعني يخدم تحت المعلم. صحيح عم شكرا. هذا من ماركة ألجيريا تصليح مكيف سيارة 206 ما عرفش شنو يقصد بها. عم اختار ان شاء الله تكون لاباس عليك بس. شكرا. انا من الجزائر نتبع فيك ياسر. عندي ماريتي كرهت من فيس بلاتيني حاب ندير كاسات ديلكو حاب نسمع من عندك مليح ولا لا صح طولك طول اذا كان هي فيها مكان الاشياء هذه كما شفتها انت هنا وفيها يعني مكان الديلكو ومكان ال الفيس بلاتيني هذاك اسمه البوبين وفيها يعني مكان الكابتر تمشي عادي فيها حتى مشكلة. هذا مساوي سفيان سلام سي مختار. مشكلتي عندي سي دي تي هذه اوبيل كورسا كيف نخدمها تخرج شوية دخان وفيه ريحة مازوت كان في ديماراج نسير لي تعرف شي منين المشكل يرحم والديك وشكرا. ينجم يكون من المشكلة من الانجكترات او سخ ولا حاجة هذيك لازم تعملها ديكونستيك وتشوف عليها البومبيست. شاي الفلور صحة فطورك عم يعطيك الصحة. سلام الكتير وقال لي توندر هذا يحكي عن الكهرباء هذه ممكن. السلام عليكم جي كروا انجكتير بلوكي يحكي على 400 هاي دي ممكن. تو من بعد صحابنا كي يتحصل على المشكلة يخبرنا ان شاء الله. زكريا زوم وفيك بارك الله بارك كمال لله فيك بارك كمال لله بارك الله فيك. فأنا لم أقرأ العنوان شاهدت مباشرة صدق من قال فهم السؤال نصف الإجابة
قلت له اخر من هو يسال الكهرباء يعني هي بنزين ولا ديزل، هو سالني قلت له كان هذا محرك ديزل لا توجد فيه شماعات احتراق، لم يجاوب بعضهم. سلام توجد غرفة احتراق اللي لا تعمل، اما البخاخ هو او الشمعة هي صحيح هي مظبوط ما فيهاش ما فيهاش شمعة. سلام دون سكرين انجكتير، يعني هو في السكرين انجكتير يمكن. سلامك عم مختار، الله يجزيك على بدولي علي، الله يجزيك علي بدولي مشكل نتاع مازوت راه يدخل ريح لهذا المحرك. ممكن انا السيد يشوف الحاجات اللي انتم قاعدين تتكلموا عليها ويعملها ويقول لنا اذا كان تحصل النتيجه ولا لا. سلام عم مختار، الله يجزيك علي هو نفسه عند هذه. السلام عليكم نصار، عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام. هذه المحرك عنده نيزان كتير تعبوا، لازم يتغيرهم ولازم ولا يزيد يأثروا على ترومبا. إن شاء الله يتفرج ويسمع فيك ويعمل العملية هذه. شو قلنا يكونوا لي كوسيني، لا نظن كوسيني صباحي إلياس باز. السلام عليكم دير مختار تيتر بريزدير دون سيركوي جازوال، رديتني دكتور يا اخي الياس بارك الله فيك. شنو ينجم يكون فما هو؟ بارك الله فيك. نتصور انجكتير عنده بارتنر عند بارتنر مشكل في الانجكتير، هذا يمكن اصلاح نجم الانجكتير ما يتصلحش في الهاج دي ما يتصلحش، اما تشوف نتاع البومبيست ممكن تلقاش عنده حل. سلان من السلانات ما يمشيش سي مختار، ينجم يكون هذا ماذا يقصد على الانجكتير ممكن عادي اخي والله اعلم. عم مختار عندي روح صويل وتر بسيطة تنقص الماء كي نمشي النيفو يبان نورمال مية الصباح يهبط النيفو تحت ما هي المشكلة. بارك الله فيك صح الصور صورك شكرا بارك الله فيك. يمكن نجم يكون فما عندك مشكلة فويت نتاع ماء، عندك ديبي نتاع بلوك ولا كلاس، لازم تشوف الميكانيكي ديريكت يعني، اما هكا من بعيد ما تنجمش تفهم الموضوع. يعني مختار عندي بولوسي سيسونس ساعات تخض في ترازيام وديزيام زعما مناش، واللي يعرف علاش بالله يعاوني، خايف ان نخسر الموتور كامل. والله شوف يا خويا راني المشكله هذه نتاع البولوسيس راهي صارت لي انا في البولوسات، غيرت البوبينات غيرت الانستالاسيون غيرت بدلت عملت ميزو بوان بدلت كابتريات بدلت كل شيء وما فيش فايده. المشكل قاعد كما هو كما هكاك كما صار لك انت، وفي الاخر بدلت محرك باش صلحت العمليه ومش نعمل عليه فيديو ونشرح المشكله ان شاء الله. كمالك كمالو كمالو سالي كمال جي بونس كيليا ان باسي او لي ريفريجيرون يعني يكلموا بعضهم خويا على المشكل نتاع الباسات تنقص الماء للريديتور والبوشون نتاع القلاع بالاضافه ريفريجيرون سي سي بور مي كذلك الريديتور تنقص الماء. ينجم يكون عندك فيسير في في الواحد في في الشيميت كم يعمل في سير في البلوك يعمل مشكلة هذا يرى يعني يسوس الشيميز من تالي تسوس تعمل في سير في في الدور نتاع الشيميز نتاعها. زهير السلام عم مختار جي كروا بروبليم دي زانجكتير ممكن يكون يعني. عندي مشكلة تاع الباستي نتاع السكسو نخدم واحدة تتكسر أخرى. باستي نتاع شنو هو؟ ما فهمتش يا أمين يعود فهمونا بكدا واشرحوا بكدا واحكوا الموضوع من الاول للاخر. مش هيك عندي مشكله تاع باستي، ماشي مشكله باستي بس يعني ما تفهم شيء. هشام السلام عليكم عم مختار اللي ماهوش انجكتير راك تلقى جوان كلاس سير تحياتي لكم اخواتي وصحة رمضان. شكرا بارك الله فيك. اكتبوا لنا يا ولدي يكتب بالفرنساوي ولا بالعربي للبيع هذا خالد محمد اكتشاف البيع ما شاء الله شخص هذا الجلاتير نتاع البومب نتاع المازوت والله اعلم لازم يكون صحيح يا زيادي احمد ميزان كتير يعني كل واحد شنو يقول يعني كل حد يعني اعطى رايه في الموضوع. سامي شرقي السلام عليكم، حبيت نسال شنو هي الاعراض اللي تخلينا نفيقوا بها وكل قده تتبدل القطعه هذه مع الشكر.
هذه ولا الأعراض، ما تبديل القطعة ما لازمش تبدلها، أما الأعراض كون يتخلط الماء بالزيت، الزيت بالماء يعني، وتعملها يعني وقت تقدم السيارة تولي قديمة برشا، ويبدأ يصب ملها في الماء العادي، تتسوس الباستية هذيك وتتنقب يعني، ما عندهاش وقت معين. السلام عليكم يا مختار، هذا الكلاس مشقوق، نحكي على الكاسونسيس ممكن، هذا عنده أما كلاج أو انجكتير أو المضخة تعبانة، والله أعلم كيف فيه كاسونسيس على 406. السلام عليكم يا مختار، أنا عندي بيجو 307 307 306، من فترة صار معي عطب بغطاء مصفاة الزيت بشكل تلقائي، وظهر الزيت الخارج، ومن ثم غيرت الغطاء والمصفاية مع ولكن بعد وقت قصير وجدت زيت براديتير، فما المشكلة؟ هل أن كان مبرد الزيت فاسد ممكن يكون هو سبب كسر غطاء الزيت؟ لا، كل مشكلة بعيدة على بعضه، هذا كان جاء وقته لازم يتغير، وهذا كان الغطاء يعني تكسر، مش هما تو الريفريجيرون هذا مبرد الزيت لازم يتغير يعني، ما فيش مشكلة يعني يتغير، والمفروض الإنسان يغيره مع تبديل الشان، يبدل وقت يبدل الشان أفضل باش ما يبقاش في مشكلة. هذا زافوري توفيق بونجور سي مختار، كيستيون سيل فو بلي لي تيموان دي لا باك دي ما فواتير اميغان دو 1.4 كذا كذا تابلو دي بورد نيتويون انجكتور رمبلات، هذايا سيكوس دي بوي سيجي جيست، هذايا بالنسبة للتيموان تاع الارباك راهو ديما من الكرسي تاع الشوفير، فما فيش تحت الكرسي، هذيك المشكل فيها، انا سيارتي ديما الارباك يشعل، يعني نظفت الفيشة نظفت الفرشة وبعد تالي سلمت، يعني فما مشكل في الفيشة هذيك كامل في الارباك. هذايا ميرسي دي بون ابيتي ميرسي بور فوتر اتونسيون، يحكي على الانجكتور تاعي باش تبدلهم بالوينز، ينظف بالوينز هذاك الوينز اللي نخدم به انا، احسن كمان احسن ان كات وادو، يعني يحكي على الهدية، نسيت انا الموضوع نتاعها ممكن يكون. السلام عليكم يا عم مختار، المشكل اللي عندي كل نهار عندما اشتغل السيارة من نوع 1.6 فورتوكيس ديزل تقوم بترادر بمعنى فيبراسيون فقط في الصباح، وعندما تكون باردة العامل جزاك الله خير، هل عندك الانجكتورات ممكن تبدو يتعبوا، صب لها كلوينز هذاك تريتمون غازوال وجرب ممكن تكون تنجح معك العملية. سلام على سي مختار، في حال تلف الكالكيلاتور ما لقيتش الحل، نقدر نعوض الانجكسيون بالكالكيلاتور وديكو كالكيلاتور يخلط الاعداد تمشي عادي، سرعه سخانه كل الموتور يخلط. والله يا بلال انت تو تحكي ما فهمناش شنو هي السياره ابدا، ما عرفناش شنو المشكل تحكي عليه، وتلف الكالكيلاتور كالكيلاتور متعاش ما نعرفش، سؤال يعني فارغ، ما فيش سؤال، كله تحكي على حاجه نعوض لليماج وانجكسيون بكربيراتور وديكو كالكيلاتور خلط العدادات تمشي عدد بسرعة، ما فهمتش حصيله يعني، سؤال غير مفهوم يا بلال، وضح ديما سألتك لأنكم خليها واضحة خلوها مفهومة باش نجم نعاونكم، إن شاء الله تفيدكم الإجابات هذه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.